استاذ محمد. يا صباح الخير. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. قاعدين نتكلم عن المسرح وعن الفن، خبرنا اكثر عن المسرح، شو المسرح؟ المسرح، المسرح زي ما بيقولوا كده ابو الفنون يعني. وهو يعني المسرح اخذ الوصف ده يتهيألي مش بس عشان هو من اقدم طرق التعبير عن الفنون من زمان يعني من مئات السنين، بس هو اعتقد عشان المسرح بيدمج ما بين فنون كتيره جدا ان لم يكن كل الفنون يعني. يعني انا اعتقد يمكن معظم الفنون موجوده في المسرح، التمثيل، الكتابه، رقص. الرقص، الاداء الحركي، خلينا نقول بشكل عام مش بس الرقص يعني، كمان الموسيقى بكل انواعها واشكالها. برضو عندك الاضاءه والفن التشكيلي بكل صحيح. اشكاله، سواء ديكور سواء نحت سواء. فالمسرح دايما هو الحاضنه للفن، وعشان كده بتلاقي معظم الفنانين عدوا على المسرح يعني. لازم يعدي على المسرح على اساس ان هو فعلا الام كده، ام الفنون لازم تعدي عليه كده لو انت عايز خطوه اولى لمشوارك الفني اللي درسونا الفن كده. بالظبط. كنا بنتكلم قبل ما حضرتك تشرفنا عن اهميه الوعي اللي بقى موجود دلوقتي على عند القائمين على الفنون المسرحيه في دوله الامارات او في الوطن العربي، باحياء تاني موضوع ان الشخص ينزل من بيته مخصوص يدفع تيكت عشان يروح يتفرج على مسرحيه زي زمان، او يتعلم رساله معينه او معلومه معينه من مسرحيات ما. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ حقيقي حقيقي يعني. هو انا عايز اقول ان الدوله اول حاجه وفرتها البنيه التحتيه يعني. في اماكن دلوقتي مسارح موجوده، لان انا في الاخر انا كممثل مسرحي محتاج خشبه مسرح صح، ومحتاج اماكن اعمل فيها ورش، ومحتاج اماكن اعمل فيها البروفات بتاعتي. فبالتاكيد توفير البنيه التحتيه ده كان اهم عنصر من عناصر مساعده الدوله للممثلين او للقائمين على العمل الفني بشكل عام. الحاجه الثانيه اللي وفرتها الدوله ودي حاجة مهمة جدا، المهرجانات. في أكتر من مهرجان بيتعمل تحت رعاية الدولة، وده شجع القطاع الخاص كمان إن هم يعملوا مهرجانات تانية بالتوازي صحيح. للمهرجانات اللي هي بتعملها الدولة. فوجود المهرجانات بيشجع الفرق المستقلة بالذات اللي هي ما عندهاش إنتاج أو ما عندهاش إمكانيات مادية إن هي تروح وتساهم في المهرجانات، فده بيخلق حالة من الـ من الـ من الشغف عند الناس، وده اللي بيخلي بعد كده الحركة المسرحية تتطور الحقيقة. فوجود البنية التحتية ووجود المهرجانات كانوا العنصر الأساسي، وبعد كده بدأت تظهر بقى العروض اللي انت بتتكلم عليها بتيكتس وكده. دي الخطوة اللي جاية ان شاء الله، ان احنا نرجع الناس بقى للمسرح يعني، نسحبهم من الموبايلات ونسحبهم من مش عايز اقول حاجات التلفزيون. خلينا احنا عندنا في الفجيره كان مهرجان من الدراما السنوي عندنا دائما. احنا دوله بلديه الفجيره تحرص انه يكون عندنا مهرجان خاص بالمسرح عندنا هني، ومعروف عالميا طبعا. طبعا مهرجان الفجيره والدراما اكيد هذا يمكن من اجمل المبادرات اللي بتقوم فيها الدوله للحفاظ على الفن المسرحي. بس انا كمان استاذ محمد بدي اعرف شو هي مقومات نجاح الفن المسرحي. في عمل بيطلع بينجح وبيضرب وبيلاقي استحسان من الجمهور، وعمل اخر ما بيلاقي هذا خلينا نقول النجاح اللي كان متوقعه يمكن الكاتب او حتى الممثلين، فشو هي المقومات اللي بتفرق من عمل لاخر لحتى ينجح ويصلح؟ شوفي، هو لو يعني عشان احنا لو هنتكلم في النقطه دي نقطه مهمه جدا، لان كل عنصر من عناصر العمل المسرحي له مقوماته. يعني على سبيل المثال لما نتكلم على الكتابه، لازم العمل المسرحي يكون فيه الحبكه المظبوطه، التوازن، انك تدي للشخصيات حقها، كل الشخصيات تبقى واخده حقها وتبقى لها عمق. على مستوى الاخراج لازم يبقى في ايقاع مظبوط، لازم يبقى في التوازن ما بين اختيار الممثلين، في عناصر كتيره جدا، بس انا هقولها في كلمه واحده، ان يبقى في تكامل. ان المخرج يبقى عنده رؤيه واضحه للتكامل ما بين عناصر العمل الفني، عشان احيانا الاداء التمثيلي بيطغى على الـ على الـ على, الـ على الرؤيه الـ مثلا على النص المكتوب، احيانا الممثل بيبقى طاغي على بقيه العناصر. لا، التكامل ما بين العناصر الفنيه، قدره المخرج على ان هو يمزج ما بين العناصر الفنيه كلها ويحطها في اطار واحد، ده اللي بيخلي المسرحيه ناجحه، وده اللي بيخليك انت كمتفرجه مرتاحه. يعني انت ما بتبقيش عارفه انت مبسوطه ولا، بس انت حاسه براحه، راحه، لان كل العناصر فيها هارموني متساوي. وده ممكن نلخصه بسرعه في الاغاني. يعني انت لما بتبقى سامعه اغنيه، لو صوت المطرب اعلى من صوت المزيكا بتحس ان في حاجه مش مظبوطه صح، والعكس احيانا بتضايق. لكن لما بيبقى الموضوع متقن، حتى لو صوت المطرب جميل وحلو جدا، لكن المزيكا مش واضحه او المكساج اللي اتعمل للصوت مش كويس، بتحس ان الموضوع مش مظبوط. فالهارموني ده هو العنصر الاساسي، التكامل او الهارموني.
بس استاذ محمد يمكن صار في فجوه بين الماضي والحاضر وخصوصا بعالم المسرح، بدي اعرف شو اللي ناقص المسرح اليوم؟ ليش نحن لما عم نروح نحضر مسرحيات عم نطلع ما عندنا لسه نفس الحماس او نفس الاعجاب بمسرحيات ايام زمان؟ كان نادرا يمكن ما تنعرض مسرحيه تقول عنها فاشله او ما وصلت رساله، بس اليوم في مسرحيات عم بيكون اهدافها ركيكه، رسائلها ركيكه، لكن عم تعرض، فشو السبب يمكن بهذا النقص او بهي الركاكه بالمسرح؟ تمام. المسرح بدايه واي فن عموما بيبتدي من الكلمه، من النص. انا متفق معاكي جدا ان في استسهال في كتابه النصوص، ودي كارثه الحقيقه، يعني في استسهال، مع ان النصوص الجيده موجوده في المكتبات يعني، بس في حاله من حالات الاستسهال. اللي واخدنا للسكه ديت ان الناس بدات احيانا القائمين على العمل الفني، التطور والتكنولوجي والحاجات دي بتسحبهم عن الهدف الاساسي من الفن. بمعنى الفيسبوك والتويتر والحاجات دي بسطت المعلومات وبسطت الوعي عند الناس، حتى الكلام بتتصور ان هم لازم لما يقدموا مسرح لازم نتعامل مع الناس بهذه الدرجه من البساطه والسطحيه بالقوسين يعني، لكن ده مش حقيقي. الحقيقه ان كل مره بيقدم عمل محترم وجيد ومتقن بيثبت للناس وبيثبت للقائمين على العمل الفني ان لا، الناس دايما بتدور على المنتج الجيد. فردا على سؤال حضرتك، ليه في جاب؟ ان الناس انساقت للتيك اوي، انساقت للبساطه والسطحيه في التعامل مع المواضيع. بس اعتقد ان كل مره بيجي منتج جيد بينور كده وبيخلي الناس تقول لا نرجع تاني. طب بمناسبة الحديث عن المنتج الجيد، حابة أتكلم مع حضرتك عن مسرحية غربة ونصيب. غربة ونصيب، حابين نعرف معلومات عنها. ألف مبروك أولا على المسرحية، وأنا عارفة أن هي تأليف حضرتك، فأدينا يعني نظرة كده عامة عنها. أنا هتكلم خطوة بس لورا، حاول أنا بدأت إزاي في المسرح إذا سمحتوا لي دقيقة واحدة بس. أنا كنت أصلا خريج هندسة جامعة اسكندرية في مصر يعني، وهناك في مصر احنا الحاضنه الرئيسيه للمسرح هو مسرح الجامعه الحقيقه. فانا اشتغلت في مسرح الجامعه وشرفت ان انا كنت في يوم من الايام رئيس فريق هندسه اسكندريه للفنون المسرحيه. بعد كده اشتغلنا في قصور الثقافه، وبعد كده طبعا سحبتنا الغربه اللي هنتكلم عليها في النص، بعيدا عن الفن خالص، لحد ما من سنتين الحقيقه تشجعنا بسبب الحاجه اللي لسه كنت بتكلم فيها، فكره المهرجانات وكده. كان في مهرجان مهم جدا بيتعمل في دبي، ينفع اقول اسمه؟ طبعا. مهرجان شورت اند سويت للافلام القصيره، ده مهرجان دولي براند. الجماعه في مسرح ذا جانكشن استقطبوا المهرجان ده واحتضنوه، وبقى بيتعمل بشكل سنوي وناجح جدا الحقيقه. فاحنا شاركنا فيه من سنتين، كانت لاول مره، واخذنا فيه احسن عرض من اول مشاركه، واحسن نص، وانا اخذت احسن ممثل عن دور، يعني ممثل عن دورتين. فكانت انطلاقة لينا، دفع لينا ان احنا قلنا بقى لا خلاص، بدل ما احنا بنشتغل على مسرح قصير نبتدي نعمل مسرح طويل. ففكرنا نعمل ايه؟ فقلنا رجوعا بقى لقصة النص، قلنا بدل ما نكتب نص بيخاطب الاخرين، احنا نتكلم عن نفسنا، نتكلم عن حالة المغتربين، الناس اللي عايشين هنا في البلد، او حالة الاغتراب بشكل عام. فاخترت انا العنوان اللي هو غربة ونصيب عشان نتكلم فيه على مجموعة شباب وشابات اللي عايشين في البلد هنا، بكل ما بيمروا بيه بقى من مصاعب في الشغل ومصاعب في الحياه. بس النقطه الاساسيه اللي انا بتكلم عليها في النص، ازاي الناس اللي عايشين في الغربه يلاقوا شريك الحياه المناسب؟ ودي الحقيقه حاجه صعبه جدا يعني، الناس اللي عايشين هنا اللي جايين من بلاد تانية بيبقى صعب قوي ان هو يلاقي شريك حياته، يتاقلم بسهوله ان يلاقيه، لان بيبقى دايما احنا هنا في الغربه دايما بنبقى لابسين ماسكات، دايما بنبقى لابسين اقنعه. صحيح. لان احنا عايزين نبقى اقوى او نظهر ان احنا اقوى. فالاقنعه ديت عشان انت تلاقي شريك حياتك او انا الاقي شريكه حياتي، محتاج ان انا اشيل كتير جدا من الاقنعه عشان اوصل في النهايه للشخص واتاكد ان هو ده الشخص المناسب ليا. فالمسرحيه بتتكلم على ده، فبنشوف شخصيات بتطلع لكم في اول العرض باقنعه معينه، وبعدين بتشوفوا اثناء العرض ازاي الاقنعه دي بتبتدي تتشال تتشال تتشال، ونتاكد بقى مين هيكمل، مين هيكتشف في النهايه ان الشخص ده بعد ما شالت الاقنعه من على وشه مناسب او مش مناسب. هنتفرج على ده في اطار اجتماعي ساخر لطيف جدا، اتمنى ان هو يكون مكتوب بشكل كويس. معايا في الفريق، اتمنى اقول يعني اسمحي لي اقول اسماء، طبعا اتفضل. معايا المخرج صديق العزيز محمد قايد، معايا لميا ممثله، معايا نهى ممثله، معايا عبد الهادي، معايا محمود بسيوني، معايا منى، معايا طارق، يعني مجموعه عمل، معايا طيفور في الاعداد الموسيقي،
معايا اسلام في الـ في الـ في, الـ في الديكور. الحقيقه احنا كوننا فريق من نفسنا من شباب، والحمد لله اعتقد ان هي هتبقى بدايه كويسه وهتشجع ناس كتير، وده مهم جدا صح ان هم يعملوا نفس التجربه تاني صح، لان احنا محتاجين ده، محتاجين ان يبقى في مسرح بيتقدم للناس بعيدا عن المهرجانات بقى وبعيدا عن الشكل ده، لان نرجع المسرح الجماهيري تاني ان شاء الله. توفيق ان شاء الله يا محمد، توفيق. كمان نقطة تانية بنات كنت عايزة أخد رأيكم فيها، دايما مرتبط في أذهاننا المسرح بفكرة الضحك، الشخص ينزل أنا دايما يكون كوميدي المسرح، عكس أنه قاعد يتكلم يكون في فكرة جديدة، الواحد لازم ينتج شيء جديد عنده. كيف الناس تقبلوا هذا الشيء؟ لأن الشيء اللي تكلمت عنه شيء جديد، الواحد يتكلم عن شخصيته ونفسه مش مثل شخصية معينة. هل شفتوا في الجمهور تقبل هذا الشيء، أو كان في تناغم بين الجمهور بين الممثلين؟ أنك تقدم حاجة غير كوميدية تمام. هو المسرح يعني بيقدم ايه الحقيقة؟ هو بيقدم رسالة قيمة يعني لازم، وبيقدم انا عايز اقول كلمة احلى من كلمة كوميديا او ضحكة، بيقدم ترفيه انترتينمنت. فانت بقى وشطارتك، يعني انت وشطارتك هتقدر تخلي المتلقي قاعد مبتسم وسعيد ازاي؟ هل لازم تخليه مبتسم وسعيد بان انت بتقدم له فكرة لطيفة دمها خفيف الفكرة نفسها، او لازم تقول بقى افيهات؟ يعني الكوميديا الكوميديا مش افيهات على فكرة، الكوميديا انك تبقى قاعد حاسس ان في حاجه بتتقدم بشكل جذاب وبتسعدك من الداخل، هي دي الكوميديا. لكن فكره ان انا اقعد اقول افيهات لا. فالفكره ان انت ازاي تقدم العرض، اه طبعا لازم يبقى في ضحك، مش الضحك اللي هو ان احنا نضحك نقهقه بس، يبقى في ابتسامه، في شعور بالسعاده، في شعور بالبهجه، في شعور ان انا مستمتع، الاستمتاع هو الهدف الاساسي. فاه طبعا انت الكاتب النص والمخرج كمان بيقدروا يعملوا التوازن ده، من خلال بقى ان هم بيخلوا الشخصيات دايما يحصل فيها ما يعرف بالكونفليكت او ال التعارض، الصراع، نوع من التعارض، الصراعات ديت اللي بتخلق اللي بيسموها يعني كوميديا الموقف. المسرح الحقيقه مهم انك تضيف جزء كوميدي او جزء ترفيهي، لان انا شايف ان المسرح اذا لم تكن القضيه مطروحه بشكل ترفيهي وفي امتاع عمر ال ما هيتقبلها، مش يعني مش ما توصل للقلب. لا هو الحقيقه احد اهداف الفن الامتاع، يعني لازم المخرج او القائمين على اي عمل فني لازم يبقى مدركين ان الفن مش بس رساله، الفن رساله وفي نفس الوقت امتاع وترفيه للمتفرج. هلا كمان محمد قد ايه مهم انه يكون الممثل المسرحي قادر انه يعيش الشخصية بكل حواسها لحتى يقدر يمكن يوصل بعض الرسالات؟ إذا ما كان مقتنع الممثل بالدور اللي هو عم بيقوم فيه، رح يصعب على المتلقي أو على المشاهد إنه يلمس الرسالة أو يحس بالمشهد. قد ايه مهم إنك أنت تعيش وتهيئ نفسك لهاي الشخصية اللي أنت رح تاخدها؟ ده دي أهم حاجة. يعني هو الحقيقة إن الممثل من أول ما بيبتدي يقرأ الورق أو النص يعني المكتوب، لازم أول حاجة يعملها إنه يبتدي يتخيل الشخصية بكل أبعادها، بملابسها، بطريقة مشيتها، حتى بيبتدي يخلق لها تاريخ، يعني يبتدي يعرف هي اتولدت ازاي وعاشت ازاي وده اللي هو الحقيقة المنهج اللي بيخلي الممثل يدخل في مرحلة المعايشة أو التقمص للشخصية. لازم الممثل يبقى مدرك تماما الشخصية اللي هو بيتعامل معاها ديت في كل تفاصيلها، ويعيش معاها تماما لحد ما يوصل إن الشخصية بتبقى جزء من كيانه هو بيمثلها. لو ما وصلش للقناعه دي، وهنا مش مهم احب الشخصيه او اكرهها، يعني ممكن تبقى شخصيه رزله جدا ودمها تقيل جدا، بس لازم يبقى دم تقيل. لو انا مجرم لازم ابقى طالع مصدق او يعني موقن بان الشخصيه دي لازم تطلع بالشكل ده. ففكره ان انا اتعامل مع الشخصيه بجديه واتعامل معاها بتفاصيلها، هو ده اللي في الاخر بيخلي الممثل يقنعك، يعني يقنعك حقيقي. يعني انت مش عايزه ممثل يطلع بس يقول الكلمتين ويمشي، يعني لا، لازم يقنعك تماما وتحس ان هو فعلا درس التفاصيل واجتهد في ان هو الشخصيه تبقى وهو واقف على المسرح خلاص بقت هي شخصيته وعاشت المعاشه الكامله للشخصيه. فعلا حضرتك ذكرت الاجتهاد، يمكن البروفات والتحضيرات للعرض هي شيء متعب وصعب، بس من اجمل اللحظات جداً. لتوصلوا للذه نجاح المسرحيه. كمان مره رح نقول لك مبروك على مسرحيه غربه ونصيب. للاسف انتهى وقت حلقتنا لليوم، واستمتعنا جدا بالنقاش والحوار معك، شكرا كثير لوجودك معنا، نورتنا. انا هقول كلمه واحده بس، ان المسرح الحقيقة هتعرض إن شاء الله على مسرح ذا جانكشن في دبي تاريخ 14 و15 نوفمبر
يعني اعتقد ان انتوا هتحطوا صفحه الارت بوكس جروب بتاعتنا اللي عاوز يعني يحضر. هي اوريدي انحطت على الشاشه، واحنا لنا الشرف طبعا انه احنا نروح نحضر هاي المسرحيه، لانه مبدئيا رسالتها أكيد جدا جميله. أتمنى. ويمكن واقعها جميل. خلينا ناخذ سيلفي مع يلا نتصور سوا. يا ريت اتشرف.